في الفيديو ده هقدم ليكم اسهل طريقة تساعدك تتحكم في سطح مكتب توزيع اوبونتو بشكل كامل من داخل نظام ويندوز. اهلا وسهلا بكم، لو بتفرج علي اول مرة فانا اسمي محمد غراب. خلينا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجة هنعملها على اوبونتو من خلال التيرمينال هنسطب بروتوكول الاكس ار دي بي من خلال الامر sudo apt install xrdb. عملية التثبيت يعني بتاخد دقيقة كده. يستحسن بعد تثبيت البرنامج تعمل ريبوت للنظام، لكن احنا هنعمل انيبل يعني للسيرفيس اللي هي بتاعت الاكس ار دي بي من خلال الامر اللي موجود ده. بتدوس على انتر، طبعا الاوامر كلها موجودة في الديسكريبشن. بعد كده نحتاج ان احنا يعني نعمل انيبل للبورت 3389 في الجدار الناري او في الفاير وول بتاع النظام، علشان يعني نسمح بحركة البيانات لبروتوكول ريموت ديسكتوب من خلال الامر اللي انتم شايفينه قدامكم ده. بعد كده بتدوس على انتر، بيطلع لك هنا اللي هو رولز ابديتد زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للسيستم بتاع الويندوز او لنظام ويندوز، ندوس على قائمة ستارت وبعد كده نبحث عن ريموت ديسكتوب. هيطلع لينا ريموت ديسكتوب كونكشن بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. ما تنساش تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو ما كنتش اشتركت، وفعل زر جرس التنبيهات للكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه. هتيجي تضغط على شو اوبشنز، هنا تكتب اليوزر بتاع اوبونتو. هنا اليوزر مثلا في الحاله بتاعتي دي اسمه غراب زي ما انتم شايفين كده، وهنا هنكتب الاي بي بتاع الجهاز اللي هو اي بي اوبونتو او الهوست نيم، وده نعرفه من ايه؟ نرجع لاوبونتو تاني، هنكتب الامر ده. نوسع الويندو دي شويه كده عشان نشوف احنا بنعمل ايه. المفروض يعني اي بي الجهاز بيكون الاي بي ده، ده الاي بي طبعا عشان نعمل الكونكشن ايثرنت عشوائي، فواخد الاي بي ده، باخد الاي بي ده كوبي او بعمل كونكت من خلال العنوان اللي هو الماك ادرس ده. بكتب الاي بي هنا او العنوان هنا وبختار علامه صح اللي هي allow me to save credentials. بعد كده بدوس على كونكت. في كمان طريقه اسهل اللي انت تعرف عنوان الاي بي بتاع اوبونتو، بتيجي بتدوس هنا على الاتصال بالانترنت سواء ايثرنت وايرد كونكتد او من خلال الواي فاي. بعد كده بتضغط على وايرد او واي فاي سيتنجز، بعد كده بتدوس على علامه الترس دي، بيجيب لك هنا الاي بي فيرجن 4 اللي هو ده تمام، او الاي بي فيرجن 6، ودول يعني عنوان الاي بي ده او عنوان الاي بي ده اللي احنا بنستخدمه علشان نعمل لوجن ريموت ديسكتوب على اوبونتو. بعد كده هتظهر الرساله دي، هتضغط على يس، هتحط باسورد اليوزر بتاعك على اوبونتو. طبعا اتاكد ان يوزر اوبونتو ظهر هنا وده يوزر نظام الويندوز. طبعا انا هحط الباسورد بتاعي، بعد كده ادوس على اوكي. زي ما انتم شايفين كده المفروض ان ده يعني سطح المكتب بتاع اوبونتو، بس طبعا هو فتح الشاشه السمراء وفتح النظام ده ليه. طبعا قبل ما تدخل ريموت ديسكتوب لازم تعمل ساين اوت من اليوزر بتاعك على اوبونتو عشان تتفادى ظهور الشاشه السوداء اللي هتفتح معاك لو كان اليوزر لسه داخل على اوبونتو وانت بتفتح ريموت ديسكتوب من خلال الويندوز. طيب هنقفل السيشن ده تمام، وهنرجع تاني لاوبونتو. هتعمل لوج اوت طبعا زي ما انت شايف كده، تدوس هنا على لوج اوت، بعد كده لوج اوت. طيب لو جاب معاك الشاشه دي وانت عملت لوج اوت من اليوزر اللي انت هتعمله هقول لك. هنرجع تاني لاوبونتو معلش، هتفتح التيرمينال وبعد كده هتكتب الامر sudo nano، وهنفتح فايل كده جوه etc وبعد كده xrdb وبعد كده startwm.sh، وبعد كده ندوس على انتر. هتحط الباسورد بتاع اليوزر، هيفتح معاك المحرر بتاع نانو، تعدل يعني تعدل فيه الملف ده. هتعمل تعديلين في الملف ده، في اول سطر زي ما انتم شايفين كده بالاسهم هتيجي على الاس اتش دي وتمسحها وتخليها باش زي ما انت شايف كده. بعد كده هتنسخ الكوماند اللي موجود في الديسكريبشن، وهتيجي بعد حرف الاف اي ده اللي هو الاف اي اللي فوق تيست ده واي تي سي بروفايل، هتنزل سطر جديد، هتسيب سطر بين الاف اي وسطر بين الاف اي ده، وفي النص كده هتحط الكومن اللي انت شايفه ثلاث سطور دول وموجودين طبعا في الديسكريبشن، وبعد كده هتسيف الملف. طيب هتسيف الملف ازاي؟ هتدوس على كنترول واكس، هنا تحت بيقول لك عايز تعمل سيف للتعديلات دي، هتقول له يس، تكتب حرف الواي بعد كده انتر، بعد كده انتر تاني. بنرجع لنظام ويندوز مره تانيه، وبعد كده بنعمل كونكت زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هيفتح معاك اليوزر، بتكتب الباسورد بتاع اليوزر، انا طبعا عملت يوزر تيست كده جرب بيه بس، فتح معاك اليوزر اهوت. ده طبعا ريموت ديسكتوب اهوت، ريموت ديسكتوب ستارت يوزنج اوبونتو. طيب تمام، نجرب كده، نجيب التيرمينال، شغال التيرمينال اهوت زي ما انتم شايفين من نظام ويندوز، وده ديسكتوب بتاع اوبونتو عادي تمام. وفي هنا ابديتس وكده،
بالطريقة دي يبقى أنا بقدر أعمل تحكم كامل في أوبونتو من خلال نظام ويندوز باستخدام بروتوكول الريموت ديسكتوب أو سطح المكتب البعيد. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت مع الحد هنا فأنا بشكرك جدا، وياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك واستفدت منه. كمان تقدر تشوف قائمة تشغيل لينكس أوبونتو على القناة أو القسم اللي بيحمل نفس الاسم على القناة علشان تشوف شروحات ودروس لأوبونتو. شكرا جزيلا، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.